تمام ما شاء الله كبيري. طلع طلع تكسر السنارة يا شبح. ما شاء الله ما شاء الله قاتش كيلو سور دايبوله. هاي السمكة رقم 3 اليوم؟ لا لا حجمها منيح ما شاء الله. هاي استفتاحية اليوم؟ يا السلام. ما بجي تربع. شوفوا يا جماعة. ايه السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ عساكم بخير. احلى تايد جديدة اليوم، انا والعم محمود انطلقنا بعد العصر الساعة 5:30 6:00. دنيا سيال 19 رمضان اليوم. رح رحلة تخييم وصيد اليوم إن شاء الله، أتمنى تستمتعوا معنا بالرحلة وتحياتي لكم. لنقص كده يا أبو محمود. والله إيه على الصيد أخوي على الصيد ما شاء الله كأوسنا على المي. يا السلام، ما اشتقت للمي يا أبو محمود؟ إيه والله اشتقنا للمي، بس في رمضان الجو مو طيب، ولو واحد يقعد لا شاي لا سيجارة لا يقدر ياكل لا يقدر يسوي شيء. يعني وقت يكون بعد رمضان أطيب كان. إخواني صار لنا 3 أسابيع ما طلعنا على الصيد. إيش 3 أسابيع؟ أكتر زي شهر تقريبا. شهر. قسما بالله اشتقنا للمي، اشتقنا مو بس للصيد، اشتقنا للقعدة على المي. انطلقنا اليوم أنا والعم أبو محمود، أتمنى تستمتعوا معنا بالرحلة. متفائل اليوم أبو محمود؟ العلم عند الله، نقول إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. معنوياتك إيش قد من عالمية أبو محمود؟ إي والله معنوياتنا نقول إن شاء الله، الله يرزقنا لا يرجعنا خايبين. اخواني وصلنا لعند المي، رحنا شفنا غير مكان شغلة 5 كيلومتر على يسارنا مشان هيك تأخرنا شوي بيني وبينكن. رجعنا لمكاننا هون القديم، مكان جديد بس قريب على مكاننا القديم. الخال جيراننا تركي شفناه مع اصدقائنا، كانوا راجعين على البيت، جبته معي جاري هو تركي، وهذا العم ابو محمود تيشوف له محل تيقعد هون ان شاء الله. سيارتنا هون، اجواء كثير حلوة. هلا تنكب المعدات. شباب هالشباب بعد ما ننزل هونيك السبل مسك السمك، صديقنا طلع نعرفه قال تعالوا قعدوا عندي. لا بعد ما نزلنا اغراضنا تنشيل اغراضنا تنروح نقعد عنده. اصدقائي هاي جيراننا هلا مسكوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. قاعد كيلو سور دايبول 10 كيلو 10 جوهر دكتور 12 دي gelir. ما شاء الله ما شاء الله. سولجانا geldi değil mi? Ha da balık balık boştur ya. Solucan jokerdir. Bütün balık geliyor. Küçük küçük neye de vurdu ya maşallah. İyi şey yapmış ha. He? Apo bu sefer iyilik yapmış bize. Bir balıktan iğneyi çıkartamadın ya. Bense saplamış ki yani çıkartması bile. Bense var vereyim. ما شاء الله هلا سحب.
Abi pense getirdim getirdim getirme. Getirdim pense gerek yok. Çıkardın. Dayı buraya bir vursana. Baba el feneriye mi davet çatır da kafa el feneri. Arabine. اخواني هذا العم محمود قاعد يضرب جزمز صارت الساعة واحدة بالليل هاي وجبتنا الثانية على الفطور كنا صايمين قدا العشاء جديد فطرنا شباب كان جبنا رز وملوخية كان عندنا على الفطور هاي وجبة الغداء اليوم وجبة ثانية هاي مو سحور ها طبعا هاي تحماية ما قبل السحور جات ابو محمود يا اخويا الفطور ما فطرنا ما اكلنا كتير يا جماعة جبنا رز وملوخية أكلنا ملوخية بس الرز مثل ما هو سناراتنا شفت عينكم هاي سنارة سنارتين كابة بستي أنا هون الشباب اللي كانوا على يسارنا صادوا ما شاء الله صادوا سمكتين كتير كبار اجوا من 7 الصبح يا جماعة غير 9 بالليل ما نقر معن صادوا سمكتين ثلاثة كبار مرتبين اجيت قعدت محلا هلا أنا عمو محمود كمان اجينا اثنيناتنا قعدنا محلا تنشوف ايش سير معنا من هون للصبح احتمال ما نخيم في رطوبة ما عمو محمود في رطوبة اي والله في رطوبة معبة يا جماعة شوفوا ما مطالعين ولا شيء غير هدول الاغراض عم بيصيروا مي خالص مي خالص عرفتن علي تركناهم كلهم بالسيارة اتفضلوا على العشاء ولا هنية براكن العشاء متواضع اخواني تنعمل جولة استكشافية شوف ايش في ما في بالمنطقة عمو محمود عم بيدور على افعى المنبة السوداء اصدقائي قالوا هي يعمل له شيق شاط من الجلد تبعه اذا تمسك لك شيء حي هلا ايش تعمل فيه يا ابو محمود مسوي قشاط قشاط يتفصل منه قشاطين اللي ولك ولا لا لا مو يصير نايلو مول لنا شوية خبيزة يا عمي ابو محمود خبيزة ايه هي خبيزة ما شفتوه بس اقول نطلع اذا فيه هونيك على اليسار في مهون عند النهر يا جماعة شوفوا شوفوا بطي صار مي وحل ابو محمود يا جماعة وحل ومي ايش جبنا لهون ياهو والله تروح بدها جزمة يا جماعة شوفوا المي شوفوا طبعا ما في مطر هاي كلها رطوبة يا جماعة اخواني هالنار تبع جيراننا كانت ضل شوي جمرات اما محمود برد شوي كانوا حطبات هون موجودين مثل ما انتم شايفين قعدت يتدفى عمو محمود والله الجو ما بعرف انا لحد الان اشوف الجو مقبول يعني ما انكسر البرد برد الشتاء ما ضل برد مثل قبل اليوم برد اكتر ولا هديك اليوم عمو محمود يوم دخلنا هربنا على السيارة انا وانت اليوم برد كان يا جماعة في رطوبة باش كان اي والله هي الرطوبة تسوي البرد ذاتا يا جماعة عمو محمود قاعد بعيد عن السنارات شي 300 متر وحاطط جروسة بس صوت يوصل ل 400 متر هالجروسة تبعه ايه من كتر ما يسمعن حاطط فلينات كمان على الخيطان يا ريت حاطط جروسة كمان هلا تروح عند الكلاليب الله اعلم كم كلاب اقترحوا بالمي السمك سحبن عمو ابو محمود ايه 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 ولا حق نجيب انت والله اخواني نارنا شغالة قلنا نعمل كاس شاي على الحطب منه ندفي هالمعدة وما ضل ساعتين زمان للسحور يمكن هاي الساعة شخط ساعة تنتين ونص نظبط كاس الشاي هلا على الحطبات يا جماعة عدنا شاي شغل الظروف شاي قشق على كيف كن ظرفين يكفي يا ابو محمود كم ظرف اجيب اثنين يكفوا برأيي هذا شاي خالو محمود أطيب شاي بالعالم شي طبعا الخال محمود من جماعتنا هو يا جماعة ها مدينة نسيبين وقرايبنا
يا جماعة كاسة شاي هلا تنزبط، تسوى كاسة شاي هون هلا بهالبردات، شاي قشق وسكروا فيه ودردوا بقلبه، تسوى راس غليز يا جماعة، تسوى راس غليز ولا مو تسوى محمود؟ تسوى راس شاي. طلعوا يا جماعة علي الحلال يسار دبس، طلع يا طلع يا طلع يا طلعوا يا جماعة. أب محمود إذا تسوي هيك قصدر مشان لا أشرب قل لي يا أخوي. لا والله ها؟ لا. ياو تقتلنا جيب زيد ومي جيب. خد 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 مي. خد وتقتلنا ياو تتسوي مربى أب محمود ولا تتسوي دبس تتسوي. يا جماعة طلعوا يرحم أبوكن لو. يا والله لو سكر يكون مع السرقة بسرقة من حتى القاضي سكر يا. أين يا قنينة مي ما في هنكوا. تقتلنا يا ابو محمود حط ربع كيلو بكاستين شاي يا كفيلو كفيلو زيد يا ها فولو يرحم ابوك فولو زيت ودبس تقتلنا يا ما صار؟ بليك وعم بيغلي كرب كرب تني بسي منا غني يا ابو محمود غني قهنا دماء قوتنا بخلقي ما زانوي كرب تلي منا يا سلام كاسة شاي وكروك عجم تركنا الصيد يا جماعة قاعدين كل واحد شي 400 متر بعد عن السنارات هلا وقتنا نتدفى وكاس شاي قبل السحور هالقرمة هاي تكفينا هاي راحت لبعد صلاة الصبح ما شاء الله اكس صلاة نصلي يجي منك تتوضى بمحمود خاب محمود مي بارد يا جماعة المي بارد والدنيا بوست يمم ابو محمود اخبط ايديك في التراب ايديك يصير ايه مو احسن ما متصلي مو يصير نسوي اخرى من الشيخ اين يا شيخ شعشع احكي لنا قصته ولو ابو محمود شيخ شعشع مات الله يرحمه رأى. ليش ايش سوى شيخ شعشع في الدكان يسوق الخضرة صلاة الصبح والحنفية مو تبعد 3 امتار عنده أشوف قام وشمر على كتافه وقاعد على السجادة ايش تسوي الشيخ قال بدي اتوضى ركيا الحنفية من كتر بعدها مترين 3 ما في قال لا انا مسموح لي لك ايش مسموح لك ليش يصير مو يصير يعني ايش تسوي شمر ايش تسوي تتيمم تتيمم مع السجادة تتيمم تدق يده في السجادة ويتيمم ايوة وقلت له الشيخ ما يصير ما يصير ما يصير قال انا الشيخ تبعي سامح لي هي قلت الشيخ يا ربي وقلت له شو انت ليش ايش قصار تسمح لك مو مفتاح باب الجنة بيد الشيخ تبعه أبو محمود كان نروح لبانياس مثلا في الطريق وقت صلاة العصر مثلا أو الظهر له هيك كان يصير كان يقول صليته بالكعبة تربك والله كيف بعقله العصر كان يقول صليته بالقدس ويلا 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 وكان تصدقوه أبو محمود لا له نعم تكذب من كل عقله كان يحكي يا ابو محمود ايه هات كاستك عمي ابو محمودات جدد الشايات شلون كانت طيبه كانت يا وكلك عجم كان يا السلام هاي رابع كاسه يا عمي ابو محمود يا جماعه خلص الشاي عمي ابو محمود هاي مو الرابعه يا بربك لا لو هاي تاني لو مثلك كو خلص الشاي ده ايه تيخلص كان ايش هو ممكن شربوا يا جماعة دبس الله وكيل كان حط فيها ربع كيلو سكر 4 كاسات شاي ربع كيلو سكر حطينا فيها بس شي طيب بقى الله
شلون جاي محمود عمو محمود؟ والله كلكم عجم. مع سيجارة قاعدين ندفع حميزة هلا عمي محمود. ما حميد حتى من اول يوم كان بوظته يوم رطوبة يا اخي والله رطوبة. نحن قاعدين تيابنا عم بيسيروا مي والله بشرف من الدخان صار كان يطلع من جيتوا هوني صار يطلع الدخان. ايه صار ترطب شان هيك. اياكم غوالي احلى شباب طيبة. هاي اول استفاحية اليوم. بسم الله اجت. ايش رايك اسحب هذا الخطاط؟ الله حيهم الله حيهم. حياكم غوالي الحمد لله رب العالمين. هاي استفتاحية اليوم سمكة كارب على كيف كيوف. كان سمكة كارب اورجينال شي مرتب ما شاء الله. اح بعد انتظار 6 أو 7 ساعات تقريبا من المغرب لحد الساعة 4 هلا تقريبا ضربت معنا اخواني. حجم مرتب ما شاء الله. انا ما راح اقول كن تخميني لوزنه، راح اترك التخمين لكم. خبروني بالتعليقات ايش قد تتوقعوا وزنه. الساعة 4:15 اصدقائي، هلا صار وقت وجبة السحور. عمو محمود قال انا مو جوعان انا مو اشتهي اكل. شفت عينكن حطيت علبة سردين مع الرز. جربوها اصدقائي وجبة كتير لذيذة وراح تدعوا لي. طبعا حادة والله السردين افضل واحد يتجنب على السحور، بس ايش نسوي اشتهيناها اليوم لا هنية بلاكن. سحبنا اول سمكة بس وفي هيك نقر خفيف اخواني، بلكي عم يجيكن اصوات الجروس ما بعرف، في هيك نقر خفيف. متفائلين ان شاء الله يصير خير اخواني. شق الفجر مثل ما انكم شايفين من البارحة قاعدين هون. نحن هون قاعدين طبعا ماني بطالع مانا مزبطين القاعدة اليوم بسبب الرطوبة اصدقائي. ما فتحنا حتى الخيمة ما فتحناها. الارض مي والاغراض كلها مي صافي. هاي كاب باربع سنارات هون. السنارة الخامسة هنيك على اليسار ما بلكي ما بتشوفوها، هاي هي هون هاي هي الخامسة. وكاب كلابين كمان على يمين عمو محمود. هذا عمو محمود كمان كاب له 5 كلاريب هون قاعد من البارحة. عمو محمود ما استفتحنا غير بسمكة وحدة اليوم لحد الآن. حنشوف نحن وحظنا ايش يصير معنا اليوم. شوفوا اخواني المنطقة قدامنا تعبت سمك ناعم بقى الله. رح يعجزونا كتير مبين السمك الناعم، بالاخص اذا نكب دود كل شوي رح يجوا ياكلوا الدود. رح نضطر نجدد الطعم. هلا رح نقلب رح نكب كسبة ذاتا. قلبت كبيت حطيت طعم سمك ناعم كمان انا اصدقائي. بلكي نجرب فشي كمان هلا اريح شي احسن ما السمك ناعم كل شوية وتجع لنا راسنا. طبعا انا وعمو محمود مان من البارحة قسما بالله دوخانين رايحين في عالسينا متنيناتنا. هلا ناقصين نوم. قلنا بلكي نضل بلا ما نخيم. قلت لعمو محمود قلت رح نصيد لبعض الظهر بعدها ننطلق نرجع البيت. اخواني الحمد لله رب العالمين. هاي على وجه الصبح مع شروق الشمس ثاني سمكة. عم فرجها للشباب عمي ابو محمود. لا لا حجمها منيح ما شاء الله كويسة كانت، بس خيوط السنارتين علقوا على بعض. والله شوفوا السنارة وديك السنارة علقوا على بعض. ايش رايك فيها ابو محمود؟ ماشي. العالم يسحبوا 8 كيلوات و10 كيلوات انا ابو محمود نسحب ابو كيلوين كيلوين. دي يلا توكل على الله عمي محمود. حياكم شباب. صارت صبح اشرقت شمس اصدقائي. صاروا سمكتين اليوم الحمد لله رب العالمين احجاما مقبولة. سحبت كل السنارات اصدقائي. هلا بدنا نجدد الطعوم. تعالوا معي. هاي العيون عمي محمود يا كل الطعم سمك هون شباب. سمينا
صار تمام. السنارة الثانية اخواني عندنا الطعم دود وابرتين مثل ما انتم شايفين. بسم الله. شلون زرت طب محمود؟ كواسني. يا جماعة هلا دفينا والله العظيم بالليل مو برد كان عمو محمود. ايش مو برد كان؟ زنطارية كان. والله اخواني لسوء حظنا اجوا جماعة الشبك ان شاء الله لا يفتحوا قريب علينا. عم ينفخوا البلم حاليا واقفين على يميننا هني. تيفتحوا عندنا تقول عمو محمود ولا تيروحوا لبعيد؟ والله الله اعلم لازم يروحوا لبعيد والله ان شاء الله. اخواني هون كمان طعم دود برتين مثل ما كنت شايفين. هاي العيون كن. والله ممتازين عم بيروحوا ما شاء الله. حمينا بس هلا المياه صارت جارية. بالليل كانت المياه ساكنة كانت أحلى أحلى جو كان للصيد. هون كمان حاطط دود إخواني مثل ما كنت شايفين. هاي السنارة الرابعة طبعا على اليسار في سنارة الخامسة حاطط كسبة فيها كنت كابر. هاي لعيونك عمي محمود مرة ياكل يعني. ياكل بسم الله. اخواني السناراتي صاروا تمام. هاي خمس سنارات هون. هلا بدنا نسحب كلاليب عمي ابو محمود بدنا نجددهم. متفاعلين خير بس اجوا جماعة شبك دول بس اشوف ان انا اتنكرز مثل ما بيقولوا. ان شاء الله يروحوا يفتحوا شبكة بعيد عنا. تعالوا معي اصدقائي هلا بدنا نجدد كلاليب عمي ابو محمود. يا جماعة تفرجوا شوفوا هلا جددت الاربع سنارات. شوفوا ايش اجاني خربت لي اجت فوق الاربع خيطان. شوفوا الله وكيلكن خربت لي الاربع خيطان. هاي عقدوا كمان الخيطان. تعالوا صفيها بقى. يا ربي على حظي يا على حظي يا انا جددت واجت. يا جماعه طلعوا يرحم ابوكن لو بالله تقول حدا داعي علينا. يا زتيت الاربع سنارات من احلى ما يكون. قعدت نص ساعه اضبط الطعوم. شوفوا كيف قطعنا الخيط. خليها معك معلش. شوف هلا قبل شوي لسه شدينا هوك ورجع رجع بده شاد مرة تاني. طالعها اذا طالعها لك انا ايش نخليها قد بخلقتنا عمو محمود. خلي كواتا اجيك تنطالعها سوا. عيال هادي جرة 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 تسكر. هاي يلا هاي فيها وي. حياك غوالي احلى شباب. هاي السمكة رقم ثلاثة اليوم سحبت معها شي طونين وسخ كلها فرف يطلع شغلة كيلو يمكن او ما يطلع. سحبت معه كيلوين وسخ الحمد لله رب العالمين. هذا الفرف الثالث اليوم. تعالوا معي تنطالعوا. هذا الفرخ رقم ثلاثة اليوم مو كبير والله شو نسوي الحمد لله. بيني وبين كنت ضايقت من المكان اليوم. هلا صار الصبح المي صار يمشي اخواني عم بيجي وسخ كتير كله عم بيعلق على الخيطان. خيطاني يعني الله يكون بعوننا اليوم بصراحة.
وما بقى نعرف يعني اذا الابره علقان وسخ فيها ولا علقان سمكه، اذا عم ينقر ولا ما عم ينقر ما بقى نعرف. الحمد لله رب العالمين. هاي السمكه رقم 3 اليوم اخواني، تنزدد الطعم، دودنا على وشك انه يخلص، والله جبنا دود يكفي لثلاث حلقات صيد، بس اليوم دود ما كفى. اعطينا البارحه للزلمه الختيار اللي اجى معنا كمان، عرفتن علي، ضل معنا فشه، معنا كسبه كمان. رح نقعد لبعض الظهر اصدقائي ورح نشد على البيت. هلا رح اجدد الطعوم كمان مره ثانيه. سمينا بالله يا رب. صاروا ثلاث سمكات اخواني، والله سحبناها اول وحده حجمها منيح كان، الثانيين بوسط مو شي زياده. والله هاي الخيط اجى هيك على اليسار، شلون بدي اسحب عنه المحوط. عم نكب هيك المي عم يجيب الخيوطان لهون، عم يتعبى وسخ عليهم كمان. تعكبوا شوي لهالطرف، خلي خيطاننا لا يجوا على بعضه. بسم الله. واني هاي السنارة الرابعة والأخيرة لعيونكن، هاي توكل علي بعميض محمود فوق خيطانه، عشان هلا نتقاتل أنا وهو لعيون الشباب الطيبة. بسم الله. صوروا صوروا للشباب. الشباب هلا كبيتوا. شوفوا النقر شباب، هلا كبيتوها، ما صار له خمس دقائق، خمس دقائق زي ما صار له. والله هذا نقر يا عمو محمود، ما في وسخ على الخيط. اسحب 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 اسحب. كمل يا ولدي كمل يا ولدي. والله هذا نقر محمود، هذا مو كور تاني زي عم ينقر ابو محمود اللي في النص. ايه هذا تاني واحد. لا لو حياك شباب، نقر فينا قرب، بس شرط شرط السمك يسحب مو شرط النقر. عايشين الاثنين ينقروا ابو محمود يا والله. تعال جي عند هذا اللي عم ينقر طويلة. والله ما عم تشوف وسخ شي على الخيطان ابو محمود. نقر وي وقف كبيري. طلع طلع تكسر السنارة يا شباب. انا صاحب سمكة قرش يا جماعة. يا الله يا الله، هيدي 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 هيدي. بسم الله. دعونا لا نهب فلتها يا شباب. توكل على الله توكل على الله. عزمها كثير قوي، هاي مو ضرب السمكة صغيرة يا جماعة. سيدي عزمه يعني مش حلو، اخر شيء تطلع غصن شجر ابو محمود.
طبعا اخواني مرخيل انا عيار الناره. اي بس لو كانت جزء شجره ما كان تاخذ ال جزء شجره ما ياخذوا بهال. اي طلع في شقفة خشبات على الخيط ان شاء الله لا يفلت الابره مثل السمكه. حياكم غوالي. اب محمود قبل 5 دقائق ما قلتوا لكم طروا على البيت. جاء لورا طالع السنارة كاملة. ما عمت عمو محمود السيرة كاملة عم تطلع. تعرف يا عم محمود إذا 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 تجي السنارة فاضية عن رايك الله يا شباب سحبتها للخيط. يعني إذا تكون تحت 5 كيلوات أنا ما أقبل بدي أرجع على المي. لهلا ما بين شيء. لا يا بس الخيط عم بيتحرك عمو أبو محمود. شوف الوسخ على الخيط أبو محمود. شوف هاي الوسخ هاي يكون ما تفلت. أخاف تعرف لنا. ها تعافيه لهون تعافيه لهون. صبر صبر صبر. هاي الوسخ لازم نشيله. حلو يا هو خيط سناره ثانيه هون. ها تعال هون محمود جيبها من بين. لا جيبها لهون هنيك. هذا الثاني قريب كثير عليه. عم تصور ماما بحر. ايه والله اجت عم تجي لهون المشكله. السمك يا محمود لا تروح تعلق على الخيط يا اب محمود. لهون ما راح اقدر اجيبه. يجيبها على يمينك شوية. برك انا اسحب خيط هات سنارة ضرب. شوف خيط هات سنارة لأين اجى ابو محمود. شوفوا يا جماعة عم تسحب. يا قربت ها ابو محمود. يا جماعة شوفوا. هاي قرب شوي يا ابو محمود قرب. كانك هبينه. بسم الله الرزاق يا رب. حط التليفون وامسكه. لا 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 ايش والله مو كبيرة تبين. يا عزم وزنه عزم سمكة وزنها 10 كيلوات بس. كويسة يا أخي. أصور قرب من قريب قرب من قريب يا محمود. تعال من هون. تمام. حياكم يا غوالي. الحمد لله رب العالمين. 5 كيلوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ربي لك الحمد. يا زلمة شفتن عزمها مو هيك. شفتن شلون برمت الماكينة. ما شاء الله عزمها نار كان بالله. ما شاء الله شي فخم. شوفوا هيك من قريب اخواني.
اخواني هذا الخروف اللي سحبناه قبل شوي، ايش رايك بالخروف ابو محمود؟ يا هيك الخواريف ويا بلع. هذا الخروف رقم 4 اليوم طالعنا حق السنارات يا جماعة، الحمد لله طلع حق السنارات ولا لسه؟ طالعنا حق سنارة اليوم ابو محمود، ظلوا حق ثلاثة يا اخوي. اخواني شفت عينكن كبيت السنارة لنفس المحل عم بينقر، لسه الطعم ما لحق يوصل على المي بلش ينقر كمان، نفس تنقر السمك الماضي، السمك الماضي كمان نفس الشيء هيك صار معنا. يلا ان شاء الله هالمرة ما نرضى بخمس كيلوات، بدنا 10 هالمرة ان شاء الله. فعلين خير. هذا العم ابو محمود ناس، والله عم ابو محمود وانا اخرب منه نسان اكثر منه، من البارحة قاعدين نحن ما نمنا ولا ثانية. شوفوا الشباب البارحة كانوا هون يا جماعة، اجوا من 7 الصبح لل 7 بالليل ما ضرب ولا سمكة معنا، سبحان الله هني بالليل ضرب معنا، نحن بالنهار ضرب معنا. هياكن شباب سمك كمان كتير مرتبة ما شاء الله. اخواني السمكة دخلت ورا شي شغلة، يا بين حجر يا بين اخشاب بين اغصان شجر متخبية ما عم تتحرك. شوف شفناها بعيننا، جبناها على القراغزة بس مشان نصور لكم. راحت بعد شوي. هاي بك شي نبت هلا ما والله ابي عجرامتنا حتى شفقها زبيرة بمن 2 كيلو 2 كيلو والله من هديتي يا اخوة، شي كما ما زنبونا يا باجي 6 كيلو 6 كيلو هبو كانت تنازي كي بوش خوة كانت تركب مع ميراتي شي ويتبطلين انا ابي رح ارخي لها الزيطاء، رح ارخي لها الخيط بكي تتحرك. اخواني السمكة دخلت بمكان بطلت تتحرك وعلقانة، عرفتن علي؟ فاليوم سهرة صباحية رح انطرها للصبح، ما ورانا شيء. عم برخي لها الحبل ما عم تطلع، عم بجر هيك شوي بقوة ما عم تجي. اخاف اسحب قوي كتير اقوم اجرحها وتطلع الابرة منها. كبيرة خلقة، أنا أخذت بك في رغبتك العلق يا سيدي، يديك زيفية مرتبة ما شاء الله كويسة. تعال وراء عمر محمود، تعال بسرعة هديك السمكة لا تسحبها على المي. صور صور عمر محمود، عم بصور عم بصور. واني هاي السمكة رقم 19 اليوم. هاي فيها وزن كيلو ونص، بين الكيلو ونص وكيلوين، فيها شغلت كيلوين تقريبا الحمد لله. هابي 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 الله راضي وصن ساعتها واخوي. اصدقائي شوفوا كنت عم بجدد الطعم انا، شوفوا عمو محمود الشاف بالمي على قراغ المي. يعني شفتها هاي عمو محمود؟ والله شفناها بالمي، لو ما طلعناها طلع السمك اللي فيها كله كان تيموت فيها. شوفوا يا جماعة كم سمكة فيها،
فيها قرا. ما كان فين 10 سمكات عم ابو محمود هناني كيا قدامك نشوفه طالع اثنين وفلت وحده زي بالمي. ثلاثه هلا كانت تسبحون راحت ثلاثه وفيها زي شيء 5 6 شوفوا 10 اسماك علقوا بهالشبكه. طبعا اخواني هون بتركيا الصيد بهالشبكه عليه مخالفه مشان هيك ممنوع. شوفوا بتكبوها بالمي الرصاص تبعها يا الشبكه بتعلق بالحجر بتضل جوات المي بسببها بيموت كثير اسماك. طبعا في ناس بيقولوا كمان انه الاسماك هاللي عم تموت جوات المي يجوا اسماك تانية مثلا ياكلون يعني كمان ما بتروح على الفاضي. بس ممنوع مع هيك كمان الصيد بهالشبكه هاي ممنوع ديروا بالكم تستعملوها يعني في حال امن السواحل لقطوك انه انت عم تصيدوا بهالشبكه هاي عليها مخالفه كثير كبيره. يعني مخالفه هالشبكه والشبكة الصيد الكبيرة هل يفرشوها الفرش بالمي نفس المخالفة تقريبا. هذا اسرائيلي يا هذا عمو محمود هالصاز عن لك خبر. شوفوا اخواني طبعا الصيادين لما يصيدوا هالنوع من الاسماك اخواني ما بيرجعوا على المي. هذا الفترات الاخيرة كتير منتشر عندنا بمناطقنا بيتغذى على بيض الاسماك بيقولوا هيك في شائعة مسموعات ومو كتير منيحة هالسمك هذا على هذا. شوف يقولوا له كارب الاسرائيلي فالصيادين لما بيصيدوه بيكبوه برا ما بيرجعوه على المي اخواني بغض النظر عن حجمه كان صغير او كبير. شوفوا اخواني عم ابو محمود نظف الشبكة قاطع رجعنا على المي. هاي تنتين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي 5 وهاي 6 وهاي 7 وكبيت واحدة زي قبل ما نصور 8 صاروا. شوفوا اصدقائي كلنا علقانين بهالشبكة اخواني. هذا صيد اليوم تم طالعن هلا هالكبيرة بدنا ننطفها هون اخواني والتانيين بدنا ننطفها من البيت ان شاء الله. انا قلت لك لازم نسوي لنا حبل ونحط فيه السمك احسن مي. الحبل احسن مي بكتير. كوات شوالتك مقطوعة يا عمو محمود. عم تنقطع والله. اخواني الحمد لله رب العالمين رحلة صيد موفقة اليوم. هذا العم ابو محمود عم بيطالعن كلنا على السنارات ضربوا اليوم. اليوم على الكلاليب والله ما سحبنا ولا سمكة على الكلاليب. ما بقى شو. هذا صيد اليوم اخواني. شوفوا اوزان ما نعرف ما وزناهن بصراحة. سيد المعلمين عمي ابو محمود. عمي ابو محمود ما تحكي لنا شلون تتنظف سمكة الكارب انت تنظف؟ في عن طريقتين في قشوة قشير وفي يضربوها زي هيك. انا كل يوم هاي اول مرة تضرب هيك. تضربها من ظهرها اليوم؟ هي اليوم هيك تضربها. هدي يلا. تحكي لنا اكثر عن تنظيف الكارب عمو ابو محمود، الطريقة الثانية شلون قلت؟ تقشير بس. عرفت علي شلون؟ تقشير. هيك الفرخ هذا مشوي ايش وضعه عمي ابو محمود؟ هذا شلون ينتقل طيب برايك؟ مشوي مقلي؟ والله انت حر. ها؟ انت حر شلون بدك تاكله وكله. والله لحمته مدلله يا عمي ابو محمود متغذي كان يتغذى منيح والله. هيك هو تغذى كويس والله. غذيناه اليوم نحن زي غذيناه. تغذى كويس. يا اخي في قسم هيك ينظف مثل ما قلت لكم وفي قسم هلا هاي نحن تنقشره قشير. يا سلام على اللحم التازة يا جماعة. نحن قشرناه وقشير. أبو محمود هالقشرة كبها بالمي أخوي هلا الصيادين يشوفوا هون تعرفوا الزاوية تبعنا ها. تقول الجولة هون صادوا 200 كيلو سمك. هاي
روح عمي ابو محمود شال 4 كيلوات لحمه مع الجلده. 4 كيلوات لحمه. لا عم نهز الورد عمي ابو محمود. ها يا جماعه بس نطفوا السمك تعملوا هالفتنه هاي مشان لا حدا يعرف الزاويه تبع الصيد تبعكم. شلون هيك يا محسن طلع؟ ممتاز طلع ما شاء الله. عشت ايدك عمو محمود. على عيني والله. هيجي خلصناك منه. كانت تبليني بتنظيفها بالبيت يا عمي ابو محمود. روح ابو محمود هاي راح نص كيلو ثاني. وين تروح؟ وين 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 وين؟ والله والله تيحلبوا حلب عمو ابو محمود. وين 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 وين؟ ما فشل يروح وين؟ ما فشل يروح. على المي على المي على المي ابو محمود خبي المكان تبعنا يجوا بكره يجوا العالم يشوفوا قشر سمك هون ابو محمود. قسما بالله ما بقطر محل القعده هون بحياتك كلها. روح ابو محمود هاي راح ربع كيلو لحمه ثانيه على الكب. هاي كلها تاعت مين يا ابوي؟ لنشوف اخرتها معك ايش تضل من هال من هالصازان عمو ابو محمود. ليش يا ابوي كويت تبقى فيه احلى لحمه؟ يا والله اطيب من الف فروج له عمو ابو محمود. العالم قاعدين ياكلوا الف فروج المجمد من قبل كم سنه كنت انذبح من شغلين كنت اجى ربك العليم. ايش تحكي يا ويقول احسن احسن من معبى بيض عمو ابو محمود عيشوا. ايوه يا جماعه قسما بالله ما كنا نعرف. ما ليش ما كان يبين معك عمو ابو محمود قبل ما تذبحوا؟ هذوك الصغار في تنتين مو نحن صدناهن شباب، نحن اختصاصنا احجام كبيره. هذوك جماعه الشبك اعطونا قال بلكي تشوا لكم النا تاكلون. ابو محمود خف ايدك ها الانظار كترت علينا. يلا ماشي خط بيض بيضة ينتكل ها. والله حرام حرام عمو ابو محمود ها واحد يذبحها وهي في بيض جواتها تبع الله. فرجين البيض للشباب عمو ابو محمود معلش بعد اذنك. شوفوا يا جماعة السمكة بكل مرة كم بيضة تبيت؟ ملايين. شوف والله قضيت على الثروة السمكية يا عمي ابو محمود. هاي كله بتاكل وديوه على البيت؟ اللحمة لي والبيض لك عمو ابو محمود. يا جماعة تعلموا هالفنة من عمي ابو محمود مشان تخفوا آثار الجريمة. اخواني هاي سمكتنا تمامي هيك عمو ابو محمود خلاص. شوفوا يا جماعه شي بشي طبعا بدها غسله بالبيت مع تدبيله وتقطيع شي رواق. هالجلده اللي ضلت تحت مو لازم تنسلخ عمو ابو محمود. عاديه وقت القطاعات عاديه مو ولا تنشال تنشال. كم كيلو ضل من السمكه هلا هيك؟ ما في اقول شي كيلوين وشوي يمكن. هي هيك ايه ايه كويس معناتها سمكتنا كان تطلع 7 كيلوات. البيت انت تقدر تسويه خلاص. اخواني الحمد لله رب العالمين هذا كان صيد اليوم. هذول كانوا سمكاتنا مثل ما كنتم شايفين احجام مرتبه وهذول وفي سمكه الخمس كيلوات كمان نظفناها انا وعمو محمود. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالرحله يا اخواني. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه. نشوفكن بالرحلات القادمة إن شاء الله. دام صيدكن وإلى اللقاء.